ربنا ورانا ورانا لغاية ما يغير فينا. ولو انتم راقبين عمل ربنا فيكم في كذا سنة وبس وبتتجاوبوا ولو بدرجة، هتبص تقول انا مش عارف انا اتغيرت ازاي، انا لو كنت بحاول اغير في نفسي مليون سنة ما كنتش هتغير. بس في حاجات اتغيرت بنعمة ربنا، لان ابوكم يقود التغيير. ابوك يحطك في ظروف من بره تحصرك، ظروف خارجية من مشاكل، من اخبار ناس، من اوضاع، من الظروف دي كلها بتعمل ايه؟ بتزق في اتجاه معين عشان تتغير في الاتجاه اللي هو عاوزه. ده مش معناه انه وقف ارادتك ولا اتحكم فيك، بس بيساعدك، بيسوقك في التغيير. ولو سلمت نفسك ليه اكتر من كده هتتغير اسرع من كده واحلى من كده. انت فاكر ان وجودك هنا صدفة ولا في الخدمة دي صدفة ولا الظروف دي صدفة؟ لا يا حبيبي، ده قيادة ربنا لتغييرك. هو حطك مع الناس دول وفي الظروف دي وفي الاجتماع ده ومع الرسالة دي والوعظة دي في الوقت ده والآية دي في اللحظة دي. كل ده شغل متزبط عشان ايه؟ تتغير، لان هو يقود التغيير. ده اب شاطر ما وراهوش غير عياله، مركز معاهم جدا، مصر على تغييرهم.